عاملين معاك يا كابتن هيثم؟ معي كابتن جارحي طبعا مدرب النادي الاهلي. بقول لك مليون مبروك، مباراه كانت صعبه النهارده، وبدانا عندنا مشاكل في الدفاع في اول ثلاث كوارترات، رحنا يعني بدانا نفوق في الكوارتر الرابع والحمد لله فنشنا في الاكسترا تايم. الحمد لله رب العالمين. يمكن ان مش هقدر اقول النهارده لعبنا كاملين، هقول لعبنا يعني نص كاملين، يعني هقول ان النهارده الناس كانت كتير قوي بعيد عن الماتشات، ناس كتير قوي كانت بعيد عن التمرين نفسه مش الماتشات، لكن طبعا النهارده ما نقدرش نزعل، بالذات ماتش النهارده ما نقدرش نزعل فيه جمهور النادي الاهلي. الاول كابتن اسلام بيقول لك بنتك وشها حلو، كابتن اسلام علي بيقول لك بنتك وشها حلو، اه وشك حلو على طول. شكرا الحمد لله. مع النهارده ما كانش ينفع نزعل جمهور النادي الاهلي، الماتش نادي الزمالك فرقه محترمه مع جهاز فني على اعلى مستوى، يعني كابتن ياسر عبد الوهاب وكابتن سمير جوده ومعاهم الراجل الاسباني، طبعا جهاز قوي، لكن عايز اقول للناس انا مش بطلب منهم ان هم يدعموا لعيبه النادي الاهلي او جهاز النادي الاهلي، طالب منهم يدعموا فريق النادي الاهلي ايا كان مين اللي بيمرن النادي الاهلي. جدا ايا كان مين بيمرن الاهلي، ايا كان مين اللي بيلعب للنادي الاهلي، شجع فانيله النادي الاهلي لاخر نفس، يعني صدقني ان في ناس النهارده موتت نفسها عشان خاطر النهارده الجمهور يفرح. النهارده ما كانش ينفع الجمهور يزعل، النهارده ما كانش ينفع يحصل خساره تاني، النهارده هتبقى بدايه ان احنا نحاول نكمل، وان شاء الله قريب يرجع لنا ايهاب امين واحمد حمدي وعبد الفضيل، هنكمل بشكل كبير، هيلاقوا مستوى تاني من فريق النادي الاهلي. الفرقه دي اتظلمت الفتره اللي فاتت من احداث الكورونا اللي كانت عند نص الفرقه لاحداث الاصابات اللي حصلت، فرقه ما اتمرنتش مع بعض والله اكتر من 3 4 تمارين، الفرقه دي محتاجه ان هي تلعب مع بعض كتير، محتاجه ان هي تبقى يعني في التمرين كل الناس موجوده، هتلاقي النادي الاهلي في مستوى تاني. ويا جماعه صدقوني منافسه الباسكت غير كل الالعاب، انت بتشوف اهلي جزيره زمالك اتحاد سبورتنج سموحه، الناس كلها نفس تقريبا مستوى قريب، اللي بيخسر لعيب او اتنين او تلاتة بيبقى الماتش بيتصعب عليه جدا، لكن المهم ان احنا نعد فرقتنا ونجهز فرقتنا ونكمل للمراحل المهمه اللي هي بلاي اوفز، اللي احنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكون واخدين فيها الدوري باذن الله. الكابتن هيثم السعيد بيقول لك عندنا مشكله في الدفاع عاوزين نظبطها شويه. طبعا بص خليني، ما هو كابتن هيثم ادرى مني، كابتن هيثم كان من احسن الديفندرات اللي في مصر وهو بيلعب، وكابتن اسلام علي كذلك، ان الدفاع لو انت بدنيا مش جاهز 100% مش هتقدر ان انت تدافع. صحيح الروح بتعوض الدفاعات الخاطئه وكل ده، بس الجاهزيه البدنيه دايما بتاثر اكتر، تقدر يعني ان كابتن هيثم لمحها طبعا اكتر دفاعيا، لان هي دفاعيا بتبان، فان شاء الله بدنيا الفئر هتعلى من تمرين لاخر ومن ماتش لاخر، والناس هتشوف مستوى تاني من النادي الاهلي باذن الله الفتره الجايه. مبروك ووش بنتك وحلو عليك. تيا وشها حلو. تيجي كل المباريات عشان نفوز بالدوري. ماشي. مش عايز تقولي حاجه بابي؟ مبروك. مبروك. شكرا يا كابتن. الله يبارك فيك، ربنا يخليك.